بشعار مرحبا ألف، وتنزه بحذر علن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة انطلاقة فعاليات صيف عسير 2020، والتي تهدف إلى دعم السياحة المحلية وتنمية كافة جوانبها. واليوم أيضا ينطلق صيف عسير، صيف تأخرنا شوي، يعني احنا الحين في نص الصيف تقريبا، لكن لأنه نبي نتأكد أنه احنا ماشيين صح. فاليوم إن شاء الله انطلاق مهرجان الصيف في كل منطقة عسير من بلقرن إلى ظهران الجنوب، وحياكم الله. لجان عدة وتعاون بين الجهات وحتى الأفراد لجعل سياحة منطقة عسير سياحة نموذجية تحتضن من خلالها كافة زوار وأهالي المنطقة. لقناة الإخبارية عبد الرحمن السمير، أبها.